بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي سورة العاديات من مقاصد السورة تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكيره بالآخرة التفسير والعاديات ضبحا. أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري. فالموريات قدحا. وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. فالمغيرات صبحا. وأقسم بالخيل التي تغير على الاعداء وقت الصباح فاثرن به نقعا فحركن بجريهن غبارا فوسطن به جمعا فتوسطن بفوارسهن جمعا من الاعداء ان الانسان لربه لكنود إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على منعه للخير لشاهد لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لفرط حبه للمال يبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم؟ وحُصِّل ما في الصدور. وأُبرز وبُين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، وسيجازيهم على ذلك.